السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار النهارده؟ النهارده هنتكلم على حاجه بنستنكر بيها، مش موضوع الشغل، اللي هي الانترفيوهات، مقابلات الشغل. هي طبعا اسمها انترفيو، التي سايلنت. عايزين نعرف ايه الاسئله اللي بتتسال، ايه الحاجات اللي احنا هناخد بالنا منها. اول حاجه طبعا، قليل في مصر جدا اللي بيشتغل بشهاده، دي حاجة قديمة وكلنا عارفينها من زمن. تاني حاجة قديمة وبرضو عارفينها من زمن، إن احنا نروح متشيكين، غاسلين شعرنا، لبس جديد، حاجات ديت طبعا. تالت حاجة، لو الشغل بالانجلش او عايزين حاجات او عايزين ناس يعني بتعرف تتكلم انجلش كويس، فمهما كان مستواك في الانجلش توقع ان هو لازم هيتحكم عليك. وناس كتيرة أوي بقى هتقعد تقولك ال بي ان بي، في باو كان بي بن، طبعا في بقى الناس اللي هتقولك ال fake accent، ولازم هيبقى في judgment منهم على شغلك. هما مش أحسن، يعني أنت مش أحسن منهم في شيء، هما طبعا لازم يحكموا عليك ويقولولك خد بالك من كذا وكذا. عادي جدا الإحباطات اللي احنا بنقابلها في حياتنا كتير. طبعا ناخد بالنا ان احنا منقولش خالص ان احنا عندنا شغل تاني، ساعتها مش هيلاقوا ايد يوجعوا بتوجعك يمسكوك منها. تمام، هما لازم يحسوا ان ده شغلك الوحيد علشان يبتدوا بقى ان هما يتحكموا فيك. اعرف ان انت رايح تشتغل، اعرف انك هتلاقي في ناس تتحكم فيك، ليه ضروري ده الاساسي يعني. انا مش رايح اخد فلوس، انا رايح يتحكم في حد، يتحكم فيا يعني. طبعا نشيل شوية من دماغنا الحكاية ان احنا ايه نوعية الشغل والكلام دوت، ان الكلام دوت مفيش غير في مصر. احنا كلنا عايزين نشتغل، احنا كلنا عايزين فلوس، فنحاول ان احنا to accommodate to adapt. اعتقد كفاية كده النهاردة، ولو في اي حاجة تانية ان شاء الله هنتكلم فيها في حلقات تانية. ناخد بالنا من نفسنا، والله المستعان. شكرا ليكم شباب.